بعدين نظرتنا للمسلسل ولا للفن؟ للفن عموما. اثبت لك لا. احنا نظرتنا اتغيرت من 30 سنه. في تليفون يا جماعه فايبريشن، اعمل لي فايبريشن في دماغي انا ممكن نوطيه. لما دخل الراجل الصعيدي في الفيلم فريد شوقي وزكي رستم وضربوا على قفاه وقال له دي دمغه السوق، الجمله الشهيره اللي هو الراجل الصعيدي. وختم الفيلم بنفس الحكايه، يعني لم تكن الحساسيه موجوده على الاطلاق يا استاذ وائل، ولا شفنا صعيدي ساعتها. انا اسف يعني، كان هذا الصعيدي البسيط كان واعي، كان درجه وعيه وفهمه للفن ووظيفته الفن، عارف انه اللي صفع على افادة والشخصية، عارف إن اللي ممكن تكون موجودة في الصعيد وفي الدلتا وفي اي مكان، اي يعني اي حاجة في الدنيا. نظرة الناس للفن اختلفت. احنا وبعدين ايه صعيدي وايه بحراوي، احنا كلنا مصريين، والصعيد ده المادة الخام للمصري، يعني كلنا جذورنا صعيدة، هم المصريين البورسعيديين، هم المصريين. ودايما نجد هذه الشكوى، اللهجه مش دي اللهجه، وتلاقي بيكلمك البورسعيدي ويقول لك ايه احنا ما بنتكلمش كده، احنا عمرنا ما عملنا كده ولا بنقول ايه ده، وهو بيتكلم نفس اللهجه. الصعيدي نفس الحكايه. في تقرير حضرتك الصعيده، ايه المشكله في اللهجه؟ ده لما احنا نعيد اللهجه، اللهجه الصعيدي الجميله بتاعه الهروب وبتاعه احمد زكي، مش هي يا فندم احنا اكتر فن، اكتر الفن المصري قدم قدم الصعيد. حتى هذا المسلسل اللي اسمه نسر الصعيد قدم الصعيده بافضل صوره، بس انت عشان تقدم هذه الصوره نمره واحد بافضل صوره، ده هنا ده جايين بيقول لك الخرفان والاهانه والبتاع، هو نظرته للفن اتغيرت يا استاذ وائل، بيحاسب على جمل مش بيحاسب على رساله حقيقيه، رساله في النهايه. يعني انا ايه اللي هو المضمون النهائي اللي بيوصل لك؟ طب يعني ما انا بقدم هو بطل صعيدي اسمه محمد رمضان، بقدم فيه، بقدم هو وجده، بقدم فيه ايه؟ ده انا بقدم القاضي ده وصل لحد في هذا المسلسل انه هذا القاضي العرفي بيحكم على المأمور نفسه. فندم ما هو ده احنا ما عندناش قاضي عرفي اساسا، ده واقع مش موجود اصلا. لا هو يعني عايز اقول لك الصوره انه حتى عايز اشرح حكايه محاكاه الواقع. محمد رمضان بيستخدم القوه في الخير، يعني يا استاذ وائل الفن اللي هو مش الواقع ولا بحكيه ولا الكلام ده في المسلسل، اللي هو خيالي انا، خيال هذا الرجل المؤلف الممكن اللي هو ممكن يقدمه. عشان بس الاستاذ معانا قبل ما تقفل، الاستاذ محمد انت كنت عايز تسال سؤال؟ لا خلاص يعني استاذه ما عايزه تقولي بس تعليق في النهايه كده. طبعا الناس عندهم حساسيه شديده، عاملين تقارير في المحافظات عندهم حاله غضب، احساس زي ما قلت لك بالعنصريه، يعني ان في اهانه طبقيه لهم وكانهم مواطنون من الدرجه الثانيه. يعني انا صراحه مش عارفه اقول ايه، ان انا يعني متخيلتش لوهله ان ده ممكن. يعني انا عايزه اعرف يعني اللي بيطلع حرامي، ممثل حرامي في التمثيليات او في الافلام يبقى حرامي فعلا؟ اللي بيطلع قتال قتله بيبقى قتال قتله فعلا؟ ده دور، يعني ده دور، ولازم ان احنا نفهم ان احنا عاملين المسلسل ده ان ازاي هي بتبص لحد غير اللي هي المستوى اللي هي او الطبقه اللي هي فيها ومربيه اولادهم على كده. طيب مش ده الموضوع يا فندم. استاذ سيد يا وائل بيه معلش، دي اهانه جديده واضافيه. يعني دي اهانه اساسا لينا واحنا قاعدين بانه مستوى الوعي بتاع الصعيد تراجع. قبلوا قبل كده انهم يتضربوا على قفاهم وما تكلموش، ودلوقتي بزعلانين من كلمتين. الموضوع مش كده خالص. لا الموضوع اصلا ان ده لا مسلسل ولا ده صعيد. خلاص مسلسل وحش. انا هاجي لحضرتك. ما الغضب حضرتك؟ هاجي لحضرتك من ناس عايزه تشتهر وترفع قضايا. ثواني انا يعني انا حضرتك ما تاخدش يا استاذ يا فندم يا فندم انا ساكت بصراحه. عايز اسال حضرتك، عايز اسال الدراما بتعلموها لنا فيها عيلتين قصاد بعض، العيلة دي بالكامل من أولها لآخرها طيبين وحلوين ومحترمين، والعيلة اللي قصادها أستاذ وأشرار وتجار أثار طول الوقت، هي دي الدراما اللي حضراتكم بتعلموها لنا في المعاهد؟ لا هي دي طبعا الدراما اللي هو اللي يحاسب عليها المؤلف، لكن ليس لها علاقة. عشان في خلل درامي في الأساس، وعشان كده ما بقولكش يا أستاذ وائل الناس غضبانة. سؤال طيب تسمعني أسأل حضرتك بسرعة، أخد أنا المايكروفون حضرتك.
حضرتك تتخيل ان ثم كاتب سيناريو قاعد في بيتهم ومن ثم مخرج ومن ثم زميلات افاضل ممثلات ومن ثم قناه تابوس قاعده خصيصا كي تسيء للدميطه والى الصعيده ايه ده لا لا احنا ازاي بنفكر بالتفكير ده بنفس متصوره ان المسلسل ده بيسيء يعني الراجل قاعد مين غرض ولا بنتكلم بالله عليك يا دكتور احنا بنرجع لورا شو الاستاذ حسام انا هاخد قال ايه اشمعنى احنا ما كناش بالحساسيه دي طب عارف ليه ما كانش فيه ناس غاويه شهره لا لا مفيش حساسيه ما كانش فيه المناخ الاجتماعي والسياسي والثقافي انا مش قبل مش عايز اتهم قبل 30 سنه الشهره يعني ما كانش بيحصل لا يا ما كانش بيحصل اتهام اضافي لما الدوله خلعت ده وتخلت عن مهام كثيره اصبحوا متجذرين زي ما قال طب نسمع كده معنا سنه 54 يا جماعه فيلم وقنا بتتداخل يا جماعه لو سمحت انتوا عاملين نفسكم مجتمع تاني ولا ايه لو سمحت خلينا بس انتوا استاذ احمد انا فنان مواطن والله مش كاتب سيناريو ولا نقد ولا استاذ جامعه انتوا بتقدموا دراما كل حاجه والله اللي بيقدموا دراما تبقى رمز ليا انا بيقدموا دراما دول يا جماعه كده طب لو سمحتوا نقطه نظام بس كلنا بنتكلم لو سمحت عايز تقول ايه يا استاذ سيد لو سمحت يا استاذ ما فيش دراما في مصر عليا اتفضل يا دكتور اتفضل احنا بس عشان احنا مش جايين الجلسه عشان نستعرض ولا عشان في هدف خلينا نكمل انا عرفنا حضرتك محامي قرات على طول انت جاي ليه مشرفنا ليه لا انا مش فاتح مكتب محاماه انا محمور جمالي وما دام شت النائب يبقى عايز شفت ازاي انا بدافع عن بني جلدتي اسمعني يا استاذ بص اسمعني يا استاذ انت لا بتقعد تدافع ايه في الدراما وروح اتعلمه بص حرام عليك مش من حقك ان انت تتهم المثقفين بالجهل او الدراما مش انا بتقول ده تهريج انا ممكن اتهمك بالجهل برضه يا استاذ يا جماعه ممكن محدش هل انتوا مش عايزين الناس تسمع يعني لو سمحت تفهموش هذه اللغه لا ينبغي ان قدام الناس استاذ وائل يدير الجلسه يا دكتور اشرف لو يعني احنا ما بنفهموش لا الخطاب بتاع استاذ وائل بيقول ما بتفهموش الخطاب موجه لنا انا محتاج على خطابك الموجه ليا ايه اللي ما بنفهمش يعني هذا خطاب لو سمحت مجلس الشعب لا يجوز مطلقا انت بتعرضوا للشعب كل المشاكل فضل. انت بتصدروا للشعب كل المشاكل احنا بنناقش قضيه ليش جايين نحاكم بعض يا جماعه هدوءا بس عشان نستطيع ان احنا نوصل نشوف هل المشكله فين في طريقه تعاملنا مع العمل الفني ولا هم عندهم لانه من شويه كان اهالي الفني انا عمل هابط كل اللي بيعملوه يا ميه عمل هابط كله ما فيش حاجه انا مش شايف حاجه التلفزيون المصري مش بيقدم حاجه ممكن اكلم يا ما هو بيقول لك انا ما عنديش مشكله ولا حاجه بتقدموها طيب ولا حاجه بتقدموها اولا هو مش التلفزيون المصري هو مش التلفزيون المصري ولا مسلسل من اللي بيتعرض طيب. انتاج التلفزيون المصري ده هو اي كان اللي بيتش مين فيكم اعملوا حاجه تكون هادفه يا استاذ وائل خلينا يا جماعه بس لو سمحتوا والله هقول كلمه واحده هتحسم الموضوع انت عارف مين كتاب الدراما اللي كتبوا معنا الصعيد خد عندك على فكره كلهم صعايده جايب لك اسمائهم روح كلمهم بقى بلديات مجدي صابر كلهم على فكره مجدي صابر والمرحوم المستشار صفاء محمد جلال عبد القوي محمد جلال عبد القوي محمد صفاء عامر عبد الرحيم كمان روح بقى حاسب اصحابه بلديات اللي عملوه دول هم دول اللي كتبوا الدراما عن الصعيد حد زعل من اللي عملوه دول يا جماعه ممكن واحد يا استاذ سيد سمع روح بقى يا سيد الفاضل ليه معنى انا كده لازم اطلع فاصل لان انا مش سامع حاجه لو هنقعد كده يا جماعه يبقى مفيش داعي للنقاش يعني اعمل كلها هبل هاخد اللي قاله الاستاذ احمد هدوء ده الدراما المصريه كلها هل حد من اللي انت اتكلمت عنهم دول غضب الاستاذ محمد جلال عبد القوي اولا مش صعيدي هو من كفر الشيخ ورغم ذلك لما عمل ثلاث مسلسلات صعيدي هذا الرجل امال الغضب هنا ليه مين سوء الغضب هنا ليه سوء المسلسل هو بيقول لك انتقده فنيا ما عنديش ما احنا عايزين نعرف انت مش عايز اتكلم طيب هو مش عايز اتكلم اعمل له ايه اتفضل يا استاذ شوف سؤال الاستاذ وائل محدد الغضب هنا ليه ما انا بقول لك اهو انا بالنسبه لي لغايه دلوقتي طيب؟ ما وصليش حاجه انت سمعتني والله انت سمعتني والله العظيم ما وصل لي انت سمعتني ليه سمعتني اتفضل ما انتوا بقالكم نص ساعه بتتكلموا ما وصلش اتفضل انت سمعتني مش عايزين نوصل لك الفكره ولا ايه مش عايزين يعني خلاص انت بتتهمنا بكل حاجه ده كلام ما عملش السؤال يا صديقي انا مش عارف شتمتنا وسكتنا على فكره احنا بنقول ايه
في بلد في العالم بالله عليك زينك. طيب خلونا يا جماعه مش العالم العربي في بلد في العالم حد بيرفع قضيه على مسلسل مين رفع قضايا؟ انا بدات بالدستور المصري. خليني استاذه ماء قبل ما اطلع فاصل لو عندك تعليق اخير لو سمحتوا يا جماعه. يا استاذ سيد يا دستور منع الكلام ده يا استاذ سيد لو سمحت بس الحمد لله الماده 67 وارجع واقراها بعد ما تطلع من انا معايا الدستور. مدام ما عندك تعليق اخير منع ايه منع ايه يا استاذ سيد لو سمحت يا ريت يا استاذ سيد يا استاذ سيد احنا مش في يا خلينا بقى نتكلم نعرف ندير النقاش بقى. اتفضل يا استاذ وائل. اتفضلي يا استاذه ماهر. اتفضلي. ايوه يا استاذ وائل انا عندي تعليق بس يعني لو عايزين يكرهوا يكرهوا شخصيه كاتب ما يكرهوش شخصيه مها ابو عوف لان مها ابو عوف برجع اقول تاني ان انا اصل صعيدي. سعيد والله مش متخيلين للدرجه دي عشان ما يفصلوش ما بين الشخصيه واللي فيها يعني. نعم يعني الصعايده مش متخلفين للدرجات دي عشان ما يفصلوش ما بين الاثنين. ده يا جماعه ليه طيب بنقول صعيد البحراوي؟ انا ليه زعلانين مني انا ما اعرفش ده اول حاجه. نمره اثنين احنا كفنانين احنا بنوري نماذج في المجتمع موجوده فعلا بينا وفعلا في بيعملوا فيه طبقات. ده مش ده, 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 ده مش انا في ناس كده وفي ناس بتعمل كده وفي ناس عايشه لحد دلوقتي كده. ده مش معناه ان مها ابو عوف كده وانا بتاسف لو انا فهمتني غلط. انا دول على راسي وكل صعيدي على راسي كل اهل الصعيد كلهم على راسي. وده لو عايزين تكرهوا اكرهوا فاتن مش مها ابو عوف الشخصيه لو ما بين الشخصيه اللي بيأدي الشخصيه. بشكرك وانت حتى بتقول يعني اذا فهموني غلط فيعني انا بتاسف لهم بس يعني تتمني انك الناس يتعاملوا مع العمل الفني لانه عمل فني يعني. بالظبط. بشكرا مسيح بشكرك يا استاذ وائل. خلونا يا جماعه هطلع بس.